نظم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالتعاون مع جامعة هارفارد ملتقى الابتكار، والذي يهدف إلى تطوير قدرات المبتكرين الكويتيين وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لتسجيل اختراعاتهم وابتكاراتهم في المجالات المختلفة. واستعرض مبتكرو الكويت تجاربهم الناجحة من خلال مشاريعهم واختراعاتهم المختلفة، والتي يسعون من خلالها إلى تكريس ركيزة رأس المال البشري والإبداعي، لتكون الكوادر الوطنية العنوان الأكبر لكويت جديدة. ركيزة رأس المال البشري والإبداعي التي جاءت بها خطة الدولة التنموية كويت جديدة كانت العنوان الأكبر لملتقى الابتكار في أكاديمية الموهبة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والذي نظم بالتعاون مع جامعة هارفارد. خلق بيئة ابتكارية في مواضيع متعلقة وتدور حول الابتكار في سبيل دعم بيئة الابتكار في الكويت، والفكرة منها أن نحاول نتطرق حق مواضيع مهمة. موضوعنا اليوم التوبك كان عن موضوع براءة الاختراع عن طريق المهندس محمد القلاف. عندنا محاضرة الدكتور محمد المقهوي يتكلم عن آلية ووقت تسجيل الاختراع. عندنا مهندس حسن البحراني بيتكلم عن الانتليجنت بروسيس ماب تول. احنا اليوم فخورين ومشرفين بالموجودين. الكوادر الوطنية تستعرض تجاربها الناجحة في مجالات الابتكار المختلفة، خاصة الإلكترونية منها، الأمر الذي يؤكد قدرة شباب الكويت للوصول إلى العالمية في ابتكاراتهم الوطنية. نزيد التوعية بالنسبة لموضوع الحقوق الملكية، وأيضا أن احنا نبني وعي فيما يخص الإبداع والابتكار، ونوعي أيضا الأعضاء اللي موجودين عندنا في نادي هارفارد الكويت شنو الإجراءات اللي يقدرون يتبعونها فيما يخص تسجيلهم لبراءات الاختراع، شنو المراحل اللي يمر فيها أي مخترع من بداية الفكرة، من بعد ذلك تطوير هذه الفكرة، وين يلجأ لتسجيل هذه الفكرة، المتطلبات التي يحتاجها. اجتمعنا مع نادي هارفارد تبع أمريكا، ريونيون مالهم، اجتمعنا على الملكية الفكرية، شنو أنواع الملكية الفكرية، شلون تحمي فكرتك. طبعا احنا مثل ما لما احنا نقول الملكية الفكرية هي إبداعات العقل، فلما انت تطلع لك فكرة تبي تحميها، فشلون نحمي هالفكرة وشنو أنواعها وشلون نقدر نسجلها، وين نقدر نسجلها بالكويت وبرا. الجهود الحكومية والمجتمعية والعلمية والعملية تجتمع من أجل تكريس رأس المال البشري والإبداعي على أيدي شباب الكويت المبتكرين، تنفيذا لرؤية الدولة التنموية كويت جديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.